طيب النهارده تابعنا تصريحات وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اللي قال فيها انه تم البدء في التشغيل منصه تجريبيه اسمها منصه مصر الرقميه. الوزير قال انه في تقريبا 70 خدمه زي التموين، رخصه القياده والمركبات، التوثيق ورفع الدعاوى القانونيه وغيرها كتير من الخدمات اللي هتقدم من خلال هذه المنصه. صحيح، وقال كمان انه قريبا هيتم إطلاق تطبيق إلكتروني هيقدم من خلاله الخدمات دي عبر الموبايل. طبعا إحنا على مدار الفترات اللي فاتت بنسمع كتير كلام عن الرقمنة والتحول إلى أو تحويل الخدمات إلى العمل الإلكتروني، وإنه الحكومة بتتحرك بسرعة كبيرة في هذا المجال. بعضها بدأ بالفعل تنفيذه على مواقع مختلفة، وزارة العدل، وزارة الداخلية، بعض الوزارات. لكن احنا عايزين نفهم اكتر هنا المواطن دوره ايه وهيستفيد ايه بالتحديد من هذا التحول. علشان كده احنا معانا دكتور محمد باغا، استاذ علم الاداره والتطوير والاستثمار في جامعه قناه السويس، وهو واحد من الخبراء في هذا المجال. اهلا بيك يا دكتور، منورنا في تلفزيون اليوم السابع. اهلا بيك يا دكتور. اهلا بحضراتكم، اهلا وسهلا استاذ تامر، استاذ حود، اهلا وسهلا. اهلا بيك يا فندم. كنا عايزين نبدا بس نشرح للناس هذه الفكره، ومصر وصلت كام في المية من خطتها في الرقمنة، وإيه اللي المواطن هيستفيده الفترة الجاية؟ خلينا الأول نقول الرقمنة اللي هي الميكنة اللي هي الإدارة الإلكترونية، اللي هي جزء من تطوير شامل لرؤية مصر 2030. نحن عايزين نخلي الخدمات اللي هي المقدمة للمواطن تكون بشكل إلكتروني. طبعاً ده بيضيف مزايا، منها مثلاً إن حضرتك تقدر تحصل على خدمة بشكل سريع، تحصل على خدمة كويسة، تمنع الفساد بأقل حد ممكن، وكمان على المدى البعيد توفر التكلفة المرتبطة بالخدمة دي. وفي كل ده إن مصر عايزة طبعاً توصل لمعدلات عالية من حيث النمو التنموي. التكنولوجيا ليها عامل مهم جداً في إن هي بتعمل على تطوير النمو الاقتصادي بشكل كبير، ويمكن خلق فرص العمل في هذه المنظومة بيكون قلت لحضراتكم رقم 1% منه بيخلق حوالي 70,000 فرصة عمل. وده طبعا شيء تحتاجه الدولة بشكل كبير جدا. مصر الحقيقة حطت خطة طموحة للسعي نحو الحكومة الإلكترونية، وبالفعل احنا خطة جديدة قدرنا نوصل لمرحلة كويسة جدا في هذا المجال. ويعني زي ما كلنا عارفين ان احنا عندنا مشكلة في الجهاز الإداري، فكرة انك تغوص في المشكلات دي كلها مع بعضها هتكون فكرة صعبة شوية. فاحنا بناخد الأمور بالتدريج، يمكن بدأنا ببعض المحافظات قليلة العدد زي مثلا محافظة بورسعيد، طبقنا فيها حوالي من 20 إلى 30 خدمة إلكترونية، وصل النهارده عدد الخدمات الإلكترونية المقدمة فيها إلى حوالي 150 خدمة. النهارده وزارة الاتصالات بتعمل بكل جهد عندها إن هي توصل حوالي 35,000 مبنى حكومي على مستوى الجمهورية من خلال آلية الهوية الحكومية. طبعا ده اللي بنسميه البنية التحتية، التكنولوجيا حضرتك لازم تعملها قبل ما تفكر انك تقدم خدمات الكترونيه للمواطن. طبعا ده بيقدم عاليه جدا، ويمكن ده اللي مأخر الدوله الى حد ما في عمليات التقدم نحو الحكومه الالكترونيه او الاداره الذكيه والمؤسسات الحكوميه. ولكن احنا شغالين وبنسعى في هذا الملف بالاتصالات بالتعاون مع طبقه، فدخلت مثلا الشراكه والبروتوكول مع النيابه العامه ووزاره الداخليه فيما يتعلق بالتراخيص وفيما يتعلق بالملفات المرورية. دخلت مثلا في الاسكان فيما يتعلق بحجز الوحدات الالكترونيه. دخلت مع وزاره التعليم العالي او التعليم في موضوع ميكنه الامتحانات وميكنه الخدمات التعليميه المقدمه للطالب. دخلت في مجالات التموين، دخلت في مجالات الشهر العقاري مع وزاره العدل في اشياء كثيره جدا. فبالتالي احنا بنمشي واحده واحده. يمكن النهارده الخطه الطموحه، وهي يعني هي كانت خطه منذ شهور قليله ودلوقتي اصبحت في طور التنفيذ، انه بدا باطلاق الخدمه التجريبيه ل 70 خدمه الكترونيه اطلقها السيد عمرو طلعت وزير الاتصالات النهارده. دي هتكون خدمات منوعه، يعني حضرتك سواء كنت ساكن في الصعيد او ساكن في وجه بحري او ساكن في وجه هبل او ساكن في اقليم القناه، من الممكن انك تقدم على الخدمه الكترونيا من اي مكان في داخل الجمهوريه او حتى خارج الجمهوريه. ومن الممكن انك تقول في طلبك ده انت عايز تقدم الورق بتاعك في اي مكان.
فبالتالي يا طبعا جماعة لأن احنا حضرتك بتتكلم عن يعني ربط برضو عدد كبير، حضرتك بتتكلم مثلا عن 5300 مبنى حكومي هتربطهم ببعض علشان تحاول تقدم كل الخدمات دي، لكن هل المواطن المصري مؤهل دلوقتي انه يستخدم الخدمات اللي حضراتكم بتقدموها دي من خلال الانترنت؟ سؤال حضرتك جميل. هو مش انا اللي بقدمها، يعني انا واحد يعني كبير في الاداره بتكلم على الموضوع، ولكن جانب الامر هو وزاره الاتصالات مع الوزارات المعنيه بهذا الامر. خليني اقول لحضرتك، سؤال حضرتك جميل جدا. هو فعلا الوزاره وفرت بعض الوسائل او بعض السبل اللي من خلالها نقدر نغطي فكره تعاملات المواطنين الكترونيا. فهناك مثلا الجزء المتعلق بدخول المواطن على الويب سايت او على منصه مصر الرقميه ويقدر يقدم الطلب، دي نقطه. النقطه الثانيه ان ممكن نتعامل من خلال ابلكيشن موبايل، دي نقطه ثانيه. النقطه الثالثه، ويمكن كان في اجتماع السيد الرئيس منذ ايام قليله مع السيد رئيس الوزراء، دوله رئيس الوزراء ووزير الاتصالات، ان هو عايزين يزودوا عدد الوحدات التكنولوجيه في المحافظات المختلفه. ده طبعا هتخلي تسهيل كبير جدا 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 للمواطنين للتحصل على الخدمات المختلفه. ما ننساش طبعا ان احنا عندنا الاميه لسه موجوده، وعندنا الاميه التكنولوجيه يمكن بشكل اكبر بكتير جدا من الاميه بتاعه القراءه والكتابه صحيح. موجوده. بالتالي هذه المراكز توفر مساعده كبيره جدا بالنسبه للمواطن ان هو يقدر يقدم على الخدمات المختلفه. ما ننساش طبعا ان احنا عندنا النهارده المراكز التكنولوجيه اصلا موجوده في الوحدات المحليه على مستوى الجمهوريه، ويمكن كان لها دور كبير جدا في مكافحه الفساد. هذا الامر يا جماعه انا اعتقد ان هو مشروع قومي كبير جدا، وهيحسن كتير قوي من مؤشرات الاداء بالنسبه للاقتصاد المصري والاداء طيب الاجتماعي بشكل. انا دكتور محمد عايز اسال حضرتك سؤال. احنا يمكن كل ما بنسمع كلمه خدمه الكترونيه او انك تقدم على حاجه الكترونيه او على ويب سايت، كتير مننا بيجي على باله كلمة السيستم واقع أو الموقع واقع. إزاي إحنا في الفترة اللي جاية هنواجه ده، والدولة هتكون قادرة على إنها تتحمل حجم الضغط على هذه المواقع، خاصة إن إحنا بنتكلم دلوقتي زي ما فهمت وحضرتك تصحح لي إنه منصة مصر الرقمية هتبقى موقع موحد لكل هذه الخدمات. هو ده البنية التحتية اللي أنا كنت لسه بتكلم عليه من شوية، وهو يمكن ده العقبة الوحيدة اللي يعني كانت مؤرقة الدولة المصرية، ان هي ازاي توفر كم الخدمات او ان هي تحقق الخطة الطموحة دي وانت ما عندكش بنية تحتية خاصة بالانترنت في مصر. فبالتالي الفترة اللي فاتت دي يمكن كانت مع توجه الرئيس لحضرتك. بس انا عايز اسال حضرتك سؤال، يعني هل دي مشكلة انترنت وسرعة انترنت، ولا دي مشكلة تكنيكال في المواقع او الويب سايتس اللي بتبقى مخصصة لهذه الامور؟ لانه احنا بنشوف مواقع كتير، على مواقع كتير كبيره في مصر شغاله وعليها ضغط كبير، لكن ما بتواجهش هذه المشكله. لا معلش، يعني انت عندك مشكله في الانترنت في مصر، لسه السرعه عندك يعني مش واصله للسرعات الدوليه او السرعات العالميه، رغم ان انت على فكره من الدول الاولى في افريقيا، ولكن احنا بنتكلم على مستوى تقديم الخدمات ومقاومتها على مستوى العالم. حضرتك لما وصلت آلية الألياف الضوئية اللي أنا اتكلمت عنها من شوية، أنا لست متخصص في مجال الاتصالات، ولكن أنا بقول من وجهة نظر الإدارة، حينما حسنت البنية التحتية في محافظة زي بورسعيد قدرت إنك تطور منظومة الخدمات المقدمة من 20 خدمة إلى حوالي 150 خدمة. ده اللي بيحصل النهاردة، حضرتك تقيسه على 27 محافظة أخرى أو 26 محافظة غير محافظة بورسعيد. إنك محتاج تمويل علشان تحسن البنية التحتية الرقمية، علشان من خلالها تقدر تقول انا بحسن الجوده بتاعه الخدمات، وانا عملت الاليه اللي هي اليه الالياف الضوئيه وحسنت ووصلت وربطت على فكره المؤسسات ببعضها البعض. هي دي فكره الاداره السليمه، هو ازاي ان انا استخدم الموارد باقصى قدر ممكن من الكفاءه. فعمري ده ما هيكون موجود يا جماعه الا لو كان، لو تفتكروا مؤتمر السيد الرئيس من حوالي سنتين في اسكندريه، مؤتمر الشباب، حينما اعلن عن مخ الدوله اللي بيتم تكوينه في العاصمه الاداريه الجديده، وقال ان احنا بنعمل مخ للدوله على بعد من الارض 4 متر. ده اللي الترجمه بتاعت اصل الكلام النهارده بنلاقيها، ان ربط البيانات القوميه مع بعضها خلى النهارده في تواصل ما بين الوزارات والهيئات والجهات والكيانات الاداريه والوحدات الاداريه، انه حضرتك تقدر تتشاف مواطن على خريطه الدوله. طيب احنا اتكلمنا عن الانترنت، ودي يعني فعلا زي ما حضرتك بتقول هي مشكله بتواجه مصر دلوقتي. ايه تاني من المعوقات ممكن تواجه الحكومه في تقدمهم لهذه الخدمه؟ طيب خدي بال حضرتك يا استاذه حور، احنا بنتكلم على فكره المعلومات بشكل عام في مصر.
المعلومات في مصر هي بتاخد 3 مسارات اساسيه. يعني لو قلتي مشاكل المعلومات في مصر اخبارها ايه، اول مشكله عند حضرتك هتلاقي الجهه اللي صرفت على المعلومات دي وحاولت ان هي تعمل قاعده بيانات عندها، مثلا وزاره زي التموين، وانا ما انا مش بسمي الاسماء ولكن انا بدي امثله، وزاره التموين، وزاره التعليم، وزاره مش عارف الشباب والرياضه، كل وزاره عندها بياناتها، عندها قواعد البيانات الخاصه بيها، فتقول لك والله انا صرفت على قاعده البيانات دي او على انشائها مبالغ كبيره جدا، فبالتالي حضرتك جاي تاخدها مني على الجاهز ازاي؟ ممكن ده يكون معوق. معوق تاني ممكن حضرتك تلاقي ان الجهه بتحاول ان هي تسيطر على المعلومه او على قاعده البيانات او المعلومات علشان تكون مصدر باور للاخرين، يعني فانا مش هتيح لي بياناتي او معلوماتي بشكل سهل علشان انا افضل صاحب اليد العليا في هذا الامر. الجزء الثالث واعتقد ان هو الجزء الاكبر المتواجد في مصر، انه البيانات والمعلومات فكرتها مشوهه في مصر عندنا. يعني حضرتك لما تيجي تقول مثلا تقارير كفاءه الاداء بالنسبه للموظف في الوحدات الاداريه الحكوميه المصريه، تلاقي كل الناس بتاخد 99% امتياز، مع ان الواقع غير كده تماما. حقيقي مع حضرتك حق. مشوهه عندنا. فحضرتك قاعده معروفه جدا في الاداره يقول لك ما يمكن قياسه يمكن ادارته. فحضرتك ما عندكش القياس السليم علشان تقدر تقول انا هحط خطه استراتيجيه تقول 1 2 3 4. فعلى فكره يا جماعه احنا بنشتغل باقل الادوات الممكنه في مصر، لان احنا فضلنا وقت كبير قوي بعيدين جدا عن مفاهيم الاداره العصريه ومفاهيم الاداره الحديثه، وان احنا نفكر بفكر استراتيجي يبقى عندنا انترنت من زمان بقوه ونقدر كنا نزوده كل سنه، وكنا نحط في الاعتبار ان 1% زياده في البنيه التحتيه الالكترونيه هتزود عندي فرص عمل بالالاف. الفكر ده كان متاخر عندنا شويه، بس احنا بدأينا يعني او بدينا نصحى ليه ونفوق ليه، والنهارده شايفين فيه نتائج ايجابيه جدا. يعني حضرتك النهارده العالم بيتحول في ظل مثلا جائحه كورونا لمفاهيم مختلفه على سبيل طبعا المثال. كله اونلاين. انا عايز اسال برضه حضرتك سؤال، لو تشرحوا لينا وتوضح لينا ازاي هيتم تنفيذه. يعني احنا دلوقتي لما بنخش اي مصلحه حكوميه نتعامل بالورق او بالامضاءات او بالاختام، بنشوف كلنا حجم الاوراق والمستندات والملفات اللي بتبقى موجوده. طبعا عايزك تشرح لنا ازاي ده هيتحول الى انه ما يبقاش موجود وتبقى كل حاجه الكترونيه. برضو ساعات الناس بتستصعب انها تتخيل هذا المشهد، يعني ازاي انا مش هيبقى عندي مستندات ومش عندي ورق وكل حاجه تبقى الكترونيه. فعلا الناس لسه مرتبطه بالورق. بالظبط. كمان المواطن اللي بيبقى محتاج يمضي او يوقع او يبقى ليه يعني توقيع معين على ورق او حاجه، ده يتعمل ازاي برضو الكتروني؟ خليني اقول لحضرتك فكره انه التوقيع الالكتروني والكلام ده هي فكره المفروض يعني مرتبطه اصلا باصل تشريعي. الاصل التشريعي ده المفروض يكون موجود في مجموعه من القوانين اللي مصر فعلا الفتره اللي فاتت قدرت ان هي تنجزها وتخلصها، زي مثلا قانون حمايه البيانات الشخصيه بالنسبه للمواطن، وقانون جرائم المعلومات، وفي قانون كمان التجاره الالكترونيه او ان احنا ازاي نتعامل هو اسمه قانون المعاملات الالكترونيه، ومنه قانون التجاره الالكترونيه، انه ازاي حضرتك تتعامل بشكل الكتروني، يعني يبقى لك امضه الكترونيه وهذه الامضه يتم اعتمادها كانك موجود بالظبط قدام الموظف. الفكره الاساسيه يا استاذ تامر لو احنا عايزين نخلي الناس تقتنع بالشغل الالكتروني، لك ان تتخيل ان في دراسه اتعملت ان تلتين الورق اللي حضرتك بتحتاجه علشان تخلص معامله حكوميه ليس موجود عند الجهه اللي انت بتتعامل معاها، ولكن موجود عند جهات اخرى. فده الدليل او ده الاجراء لما حضرتك تروح مصلحه حكوميه يقول لك لو سمحت هات لي الختم الفلاني من المكان الفلاني وهات لي الامضه الفلانيه من المكان الفلاني. احنا عايزين نقضي على هذه الظاهره، ظاهره ضياع الوقت، ظاهره المجهود الكبير، وظاهره الزحام في الشوارع، وظاهره انه المفروض يكون عندك ادوات عصريه حتى المستثمر يبص ليك بعين الاحترام اكثر من الوضع اللي المفروض كنا عليه. الحكومه الالكترونيه بشكل خاص هي بتقول لي على اجابه مهمه جدا، ان احنا عايزين مكاتب بلا اوراق، ان احنا عايزين شغل مقابله الخدمه مع طالب الخدمه ده ينتهي، لان هو ده الباب الرئيسي او المدخل الرئيسي لما يسمى الفساد الاداري. لما تقابل الموظف، هذا الموظف ممكن ياخر لك المعامله لان حضرتك مش عاجبه، ممكن هذا الموظف او عاوز رشوه، ده اللي بقول عليه، ممكن هذا الموظف مثلا يتلكك في انه يخلص المعامله لانه البيه مثلا عايز ياكل او عايز يتغدى او عايز مش عارف ايه او بيتكلم في الموبايل. شغل الحكومه الالكترونيه اللي منه او الاداره الالكترونيه فكرته الاساسيه حضرتك لو عايز تمنع الفساد افصل مقدم الخدمه عن طالب الخدمه. فلما نفصل مقدم الخدمه عن طالب الخدمه يبقى انا قضيت على جزء كبير جدا من فكره تكوين الفساد. وعايز اقول لحضراتكم انه مش بس فكره ان هو فصل مقدم الخدمه عن طالب الخدمه، لا ده كمان مقدم الخدمه اللي هو الموظف
لا يملك ان هو يعطل الخدمه بالنسبه للمواطن، لان كل حاجه متشافه الكترونيا، وفي تقارير الانجاز او تقارير الاداء بتكون بشكل الكتروني. بمعنى ايه؟ حضرتك لو عايز تقيم اداء وحدات المرور على مستوى الجمهوريه، هل تملك اداه للقياس؟ ما تقدرش تملك اداه. انما لو انت اداره الكترونيه تقدر تقول انه كم معامله خلصت النهارده؟ والله خلص النهارده في الوحده الفلانيه 1000 معامله 2000 معامله. وزي ما حضرتك قلت، ما يمكن قياسه يمكن ادارته، وبالتالي يمكن تطويره وتجويده. احنا دكتور محمد بنشكر حضرتك جدا على هذا الشرح والتوضيح، ودايما بستخدم انا مثل الفرق ما بين التعامل مع سائق التاكسي بالشكل التقليدي والتعامل مع تطبيقات النقل التشاركي. احنا هنا طول الوقت يبقى في جدل مع سواق التاكسي والتسعيره لكن هنا الناحيه الثانيه قد يكون الكلام منعدم ما بينك وما بين السائق او الكابتن، انت بتحاسب وبتتعامل بكل حاجه الكترونيه. دكتور محمد بغى، استاذ علم الاداره والتطوير والاستثمار بجامعه قناه السويس، بنشكر وجودك معنا في تلفزيون اليوم السابع. شكرا ليك يا فندم.